سميتي أيمن من مدينة أزرو، متجوز والصراحة كنت عايش بخير أنا والمرأة، ما خصنا حتى شي حاجة، كل شي بخير. حتى كنا عايشين في الدار ديال جدي الله يرحمه، كان خلاها لنا الوالد. حتى قبل العيد المرأة خسر لها البيبي في الكرش وما درنا عملية، حيدناه. جا العيد من بعدها بواحد اليومين موراها، حيت عيدوا معنا العائله وسميتو الورثه وجراو علينا. هي اصلا نيت مع داك ستريس ومع ان جراو علينا وخرجنا للزنقه ولينا كنقلبوا على الكرا ولينا كنقلبوا على شحال من حاجه، بحال تبدلات، ولات كتضرب راسها، ولات كتعصب، ولات كدير شحال من حاجه. المهم داز كرينا ولينا كنتقاتلوا، كنحاول انني ندير لها خاطرها وكنحاول انني نرجع الامور كيف ما كانت. حتى هاد الايام الاخيره طرا مشكل عادي كما كيطرا بين كل راجل ومرته، وصراحه وقفنا على الطلاق، جمعنا الوراق حتى بغينا ندفعوا للمحكمه، وخلاتني قدام المحكمه ومشات لدارنا، دارت مشاكل، غوتات على والديا، دارت قالت لهم نتوما اللي درتوا لي، خرجتوني وانا مريضه وانا. المهم ما خلات صراحة ما قالتش، انا ما عرفتش اش غادي ندير في ديك اللحظه. بديت كنبرد من هنا ومن هنا، والديا ما بقاوش باغيين يسمعوا مني، قال لك انت اللي جبتيها، انت اللي درتي لنا. حتى واحد النهار مشيت للخدمه، ما بيا ما عليا، جمعت حوايجها ومشات باش تمشي لدارهم. حتى ركبت في الكار عاد قالت لي راه قلع الكار، عاد قالت لي راني مشيت. هضرت مع او صيفطت شي اوديوات للوالده فيهم نيت شي كلام ما يصلحش صراحه. هضرت مع الوالد ديالها ومع الوالده ديالها وصيفطت لهم داكشي اللي قالت. حتى باها صراحه ما قبلش، قال لها ما تجيش عندي، رجعي. وهي ما قدراتش ترجع لان ما خلاتش ما دير، باعت الفراش ديال الدار وباعت باش شدات داكشي اللي كان في الدار، شداتو ومشات. ما عندها فين، ما لقات فين غادي ترجع. مشات عند واحد السيده كتعرفها الاكادير، صراحة بغات تستغلها، ما جلستش عندها، باتت عندها واحد الليله وهزات راسها وجات لكازا. هي ما كتعرف حتى شي واحد في كازا، بدات كتقلب، بغات تخدم، بغات شتاتها واحد السيده كتقابلها واحد جوج بنيتات وكتقابلها الدار والجماع. ولكن المعامله ديالها صراحه فاش شفتها انا وشفت التصاور وسميتو بقات فيا، ما قدرتش نخليها. اش غندير؟ صافي ما بقى عندي حتى شي حاجه تما في دارنا، ما بقى عندي حتى شي، بغيت نعاود نبدا حياتي من جديد، على الله انها تدير عقلها وترجع. و جيت نقلب على ان شاء الله على شي خدمه هنايا، وكنتمنى اللي يقدر يوفر لي شي خدمه هنايا في كازا، نبدا حياتي من جديد ونتجمع انا ومرتي ونلقى فين نديرها، نلقاو فين نعاودو نتجمعو ونبنيو دارنا عاوتاني من جديد، نديرو وليداتنا عاوتاني من جديد ان شاء الله الا كتب الله. وحتى هي بغيت نداويها صراحه، لان من بعد داكشي اللي طرا لها ما بقاتش كتحكم في راسها، ما بقاتش كتعرف شنو كدير، ما بقاتش. الا كان شي راقي مثلا يمكن يساعدنا، يقول لنا الحل ديال داك سميتو ديال داك المشكل اللي كدير وديك العصبيه اللي كتجيها ديما، باش حتى الا ضحيت بكل شيء وبديت من جديد ما نرجعش عاوتاني للنقطه ديال الصفر كما كنا دائما، المشاكل ودائما الغوات. بغينا نرجعو عاوتاني نكملو نبداو طريق جديده. وكما نيت انا ما كنعرف حتى شي واحد هنايا، جيت معول على الله، على الله انني نقلب نلقى شي خدمه في اسرع وقت، باش نلقى حتى في نجلس على ما نقلب على راحتي في محسن، وعلى يعني جاي على الله. ما عندي لا دار لا دوار، ما كنعرف حتى حد. حتى جيت ساك ديالي جيت حطيته عند واحد السيد الله يكثر خيره، طلبته انني نخلي عنده الساك ديالي واحد النهار ولا يومين باش ما نبقاش ندور به في الزناقي،
معول على الله انني نلقى شي حاجه في اسرع وقت باش نجمع داري عاوتاني من جديد ونبني فراشي ونكري شي بيت ولا شي حاجه اللي نجمع فيها انا ومرتي. وشكرا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.